ركزوا بقى معايا كمان المحاضره موجوده على يعني على السطر لو عايزين تاخدوها على فلاشه ركزوا معايا عشان المحاضره طويله منها النهارده. احنا هنتكلم ان شاء الله على الجزء الثاني من ايرورز وبرفكشن دكتور علي الزوايا كان اداكم يوم الخميس وما يرجع لكم اوكي احنا هنكمل النهارده. انا اسمي خالد رشاد ده البرزنتيشن للايميتروبيا with accommodation complete and relaxed parallel rays will come to a point focus on the retina. يعني الشخص اللي نظره طبيعي وباصص at infinity البارال ريز ويل كام تو ابوينت فوكس بتجمع في نقطه واحده على الريتنا وده سكيماتيك ريبريزنتيشن للايميتروبيا. في حالات المايوبيا بارال ريز اكوموديشن ريلاكسد ويل كام تو ابوينت فوكس ان فرانت اوف ذا ريتنا بتجمع في نقطه ان فرانت اوف ذا ريتنا وده ريبريزنتيشن للمايوبيا. برضه البارال ريز بتجمع في نقطه واحده بس ان فرانت اوف ذا ريتنا. نيجي للهايبروبيا ويل اكوموديشن ريلاكسد بارال ريز ويل كام تو ابوينت فوكس بيهايند ذا ريتنا. لازم اقول الاكوموديشن ريلاكسد لان طبعا لو عمل اكوموديشن ممكن يتغلب على الفاكولتيف هايبروفيس فهنا بتتجمع برضه في نقطه واحده بيهايند ذا ريتنا وده ريبريزنتيشن للهايبروفيس. حالات المايوبيا والهايبروفيا والاميتروفيا الثلاث حالات بتتجمع في بوينت فوكس يا اما على ريتنا يا اما انفرانت اوف ريتنا يا اما بيهايند ذا ريتنا. هنا بالنسبه للاكوموديشن لو انا باصص ات انفينيتي في الصوره اللي هي ايه اللي فوق دي لو انا باصص ات انفينيتي بارال ريز ويل كام تو ابوينت فوكس ان ذا ريتنا. لو بصيت على نير اوبجكت طالع منه دايفرجنت ريز وما عملتش اكوموديشن الريز بتتجمع بيهايند ذا ريتنا بضطر اعمل اكوموديشن وانا ببص على حاجه قريبه ادي اللينس باور انكريز والتمبريتشر زاد اهو عشان اقدر اشوف النير اوبجكت اون ذا ريتنا. فيبقى هيدس سبجكت شخص طبيعي نظر طبيعي بيعمل اكوموديشن عشان يشوف الحاجه القريبه على الريتنا. الريز which pass through the principal axis of the lens will not be refracted. اي ري بيعدي في مركز العدسه will pass straight without refraction. ليه؟ لان احنا لو العدسه الكونفكس دي تشبه تو بريزمز فيس تو بيز ده بريزم. ولو خدتوا بتتفقوا في الفيزيكس اي ري معدي بارلل للبيز اوف ذا بريزم will be deviated towards the base of the prism. وري هنا ديفيت بارلل للبيز اوف ذا بريزم will be deviated towards the base of the prism. وبالتالي باي كونفكس لينس دي بتعمل كونفرجنس للريز لانها تشبه تو بريزمز فيس تو فيس. والعكس في الكونكيف لينسز هنا برضه الديفيشن البارال ري ديفيت ناحيه البيزو ذا بريزم وهنا ديفيت ناحيه البيزو ذا بريزم يبقى الكونكيف لينسز بتعمل دايفرجنس للريز لانها تشبه تو بريزمز ايبكس تو ايبكس. والريز باسنج ثرو ذا سنتر ويل باس ويزاوت ريفرنس. ده ريفيو سريع بره موضوع المحاضره بتاعت النهارده. طبعا المايوبيا بتتصلح بالكونكيف لينسز والهايبروبيا بتتصلح بالكونفكس لينسز. بدايه الموضوع بتاع المحاضره النهارده بقى هو الاستجماتيزم هنا التعريف اللي عندنا في الكتاب هو السيت اوف ريفراكشن اوف ذا اي ويتش ذير از ديفرنس ان ريفراكشن او ان ايكوال ريفراكشن ان ديفرنت ميريديانز اوف ذا اي. يعني ايه؟ يعني انا المفروض انا لو الكورنيا عامله زي جزء من الكوره وجبت منه ضئيه قطعت منه ضئيه 12 مللي وعملتها للكورنيا دي تبقى سفيريكال يعني ريفراكشن هنا زي هنا زي هنا في كل الاتجاهات ايكوال وبالتالي بتجمع الريز في نقطه واحده على الريتنا. لكن انا لو جبت قشره بيضاء وعملت منها دايره 12 مللي وقصيتها ورحت عملت هي دي الكورنيا هل هنا ريفراكشن ايكوال؟ لا البيضه اللي ريفراكشن هنا مور بيرفكت عن هنا بالتالي في ان ايكوال ريفراكشن ان ديفرنت ميريدينز. ميريدينز يعني اتجاهات يعني الريفراكشن في الميريدين في الاتجاه ده ستيبر بالتالي هيجمع الريل على فوكس اقرب هنا الريفراكشن اقل هيجمع الريل على فوكس ابعد فبالتالي الريز مش هتتجمع في نقطه واحده وده فيها كلمه تعريف الاستجماتيزم اللي هي ريز اوف لايت ريفراكتد باي ذا اي ويل نوت فوكس ان ا بوينت يعني نو زي تيبيكال اتيبيكال يبقى كلمة وستيجما يعني بوينت يعني هنا معنى كلمة استجماتيزم بالعربي يعني معناها لا نقطية يعني الريز ما بتتجمعش في نقطة واحدة غير المايوبيا والهيبروبيا والهيميتروبيا بتتجمع في نقطة واحدة لكن هنا ما بتتجمعش في نقطة بتتجمع في نقط كتيرة. ليه؟ عشان في ان ايكوال ريفراكشن ان ديفرنت ريجن وده تشبيه السطح السفيريكال وده تشبيه السطح اللي هو الاستجماتيزم. اسبابها ايه؟ ايه اللي بيخلي الشخص عنده استجماتيزم اساسا بتيجي من الكورنيا. يعني لو الكورنيا دي فيها معظم اللي بيلبس النظارات من هنا بيبقى موطن الاستجماتيزم السبب الاستجماتيزم هو الكورنيا. نادر جدا ان بيبقى الاستجماتيزم جاي من اللينس. نتيجه ان الكورنيا دي فيها نفسها ان ايكوال ريفراكشن ان ديفرنت لينس. يعني الكورنيا تبقى هنا مور بيرفكت الزاويه دي
هو ليه سكيربل في الزاويه دي، وبالتالي بتجمع الريز في نقط مختلفه. الانتجرال استجماتيزم دي بيري ريز، فمعظم الاستجماتيزم اللي عندنا اللي هي اللي اي واحد بيلبس نظاره عنده استجماتيزم دي نتيجه الايه؟ لان الكورنيا فيها ان ايكو ريفراكشن ان ديفرنت ميريدينز، ميريدينز يعني الاتجاهات المختلفه. الاستجماتيزم بقى بتتقسم الى انواع، ريجولار كونجينيتال يعني زي واحد منا بيلبس نظاره ملوش دخل في الاستجماتيزم، الاستجماتيزم دي هو مولود جايه كده، ما هو مولود بيها، مالناش دخل فيها. اكوايرد يعني زي ما بعمل عمليه كاتراك سيرجري، انا بعمل عمليه كاتراك وبعمل انسيجن عند الساعه 12. حالات الاكسترا كابسول بعمل انسيجن من الساعه 10 مثلا للساعه 2. بعد ما بخلص العمليه بطير السوتشر، السوتشر دي بتبقى طاير. فالطاير سوتشر دي بينتج عنها ان الميريديان ده نتيجه انها الطاير سوتشر بتبقى مور كيرف، بعمل سوتشر طاير وبالتالي بيعمل شورتنج للميريديان ده، بالتالي بيبقى ده مور كيرف. فبيخلق استجماتيزم نتيجه ايتروجينيك، نتيجه العمليه بتاعتي، نتيجه السوشيال بتاعتي. فدي اسمها اكواير. كونجينيتال يعني واحد ما عملش عمليات، ما عملش اي حاجه، ولا وهي الاستجماتيزم دي موجوده كده طبيعي. اللي هي زي اللي اي واحد مننا بيلبس نظاره وعنده استجماتيزم. الجريمة الاستجماتيزم زي حالات الكراتوكورنيا، سكرتونا لما تاخد الكورنيا. او واحد اتخبط في الكورنيا حصل له سكارينج او هيلينج افتر كورنيا الانسر، فحصل ايريجولار هيلينج بتديني ايريجولار استجماتيزم. هنشوف ايه الكرايتيريا اللي خلينا نقول ده عنده ريجولار او عنده ريجولار استجماتيزم. الكرايتيريا عشان انا اقول عندي ريجولار استجماتيزم في الميريديانز اوف جريتست سيرفيكتشر. جريتست سيرفيكتشر هو ده، يعني لو خدنا البيضه محطوطه في الوضع ده الجريتست سيرفيكتشر او جريتست باور بنفس المعنى. لما تبقى الحته دي مور كيرفيش هتديني مور باور في الكورنيا، وبالتالي هتجمع الريجولار لنقطه قريبه. والميديان اوف ليست سيرفيكتشر اللي هو ده هتجمع في نقطة أبعد، أر بيربنديكولار في إيتش أذر، عاملين على بعض. يعني ده 90 يبقى ده 180 على طول، الفرق بينهم 90 درجة. تاني حاجة ده الكريتيريا الأولاني، الكريتيريا الثاني بتدي ذا جراديوال تشينج أوف باور بين الميريديان أوف جريتست كيرفيتشر أو باور بالميريديان أوف ليست كيرفيتشر. يعني إيه؟ كان هابين الباور أوف لايت تقريبا 60 دايوبتر. بتقول تقريبا 42 للكورنيا و 18 لللينس. فلنفرض إن الكورنيا هنا 42 دايوبتر. المفروض تطلع هنا كام؟ لو هي سفيريكال 42 برضه، انا اول ما قلت انها في ايكوال ريفراكشن في كل اتجاهات. لو هو عنده استجماتيزم هنا تطلع 42، هنا ممكن تطلع 44 او تطلع 40، يبقى في ان ايكوال ريفراكشن. لما تبقى هنا 42 تبقى جنبها هنا تبقى 41 ونص، تبقى جنبها 41 40 ونص، لغايه ما توصل ل 40. يعني الباور بتقل بالتدريج من الميريدين اوف ليست كيرفكشر الى الباور الميريدين اوف ليست كيرفكشر. وهوريكم رسمه دلوقتي توضح لكم الكلام. يعني مش بتتنقل فجاه، بتتقل بالتدريج. ده حاله كورنيا توبوجرافي. احنا المطلوب مننا نعرف ان في حاجه اسمها كورنيا توبوجرافي. التوبوجرافي ده ماب اوف ذا كورنيا سيرفيس، يعني خريطه للسطح القرنيه. زي ما بتاخدوا خريطه في الجغرافيا عادي، زي ما بتشوف الجبال بتلاقيها لونها اصفر او بني، والسهول بتلاقيها لونها اخضر فاتح، والبحر بتلاقيه ازرق اللي هو فلاتس خالص، نفس الشيء. هنا الستيبس واخد اللون الغامق، والفلاتس واخد اللون الازرق الفاتح. فهنا الميديان اوف جريتست كيرفيتشر والميديان اوف ليست كيرفيتشر عاملين على بعض الزاويه 90 درجه. ولو طلبنا من الكمبيوتر انه يعمل تريسنج في خلال الستيبس بوينت بالظبط والفلاتس بوينت بالظبط برضه الزاويه هتلاقيها 90 درجه. لو خدنا مقياس رسم ادق شويه لتضاريس الخريطه دي، هنا الفرق ما بين كل واحده والثانيه سايبين دي 39.1 دايوبتر 39.5 دايوبتر، يعني كل 4.1 دايوبتر بيغير لي اللون. فهنا بدي ب 40.8 دي هتقل عندها على طول 4.1 دايوبتر، دي تقل 4.1 دايوبتر، كل شويه الباور عماله تقل لغايه لما توصل للازرق اللي هو 36. ففي جراديوال تشينج اوف باور من هنا لهنا، هنا البرتقالي الغامق الافتح الافتح الاصفر الدرجات الاخضر لغايه ما نوصل للازرق. ده جراديوال تشينج مطلوب، مش مطلوب ان تاخد حاجه في الصوره خالص. مطلوب تعرف ان في حاجه اسمها كورنيا توبوجرافي بس. لكن انا بوريك الصوره عشان تفتكروا كويس ان الكرايتيريا اوف ريجولار استجماتيزم ان الميريديان اوف جريت سيرفيتشر اللي هو ده والليست كيرفيتشر اللي هو ده غلط بيرفكتلي في اتش اذر. تاني حاجه ذير از جراديوال تشينج اوف باور بين الميريديان اوف جريت سيرفيتشر الميريديان اوف ليست كيرفيتشر. عايز تسال ايه؟ النورمال مش هتلاقي الالوان كلها واحده، مش هتلاقي استجماتيزم، هتلاقي لون واحد هوموجينس. مفيش زوايا، لو انا عندي استجماتيزم هلاقي زوايا، لو مفيش استجماتيزم مش هتلاقي زوايا، هتلاقي كله زي بعض سبيريكال كورني. هنا عندك اللي هي باور اوف ذا كورنيا هنا في حته 46 وحته 38، في فرق بينهم هما مش قد بعض. لو هو سفيريكال هتلاقي دي 46 دي 46 زي بعض.
ده example العين الثانية نفس الفيجن اهي ادي الديسيبس ميريدين والليست فيرتشر برضه ان هم عاملين على بعض والزاويه بينهم 90 درجه اهي ودي ادي الماب اللي هي اللي بتوري التضاريس الجرانيولار تشينج فور بين جريست فيرتشر وليست فيرتشر بس عشان تفكروا النقطتين دول الاستيميليشن بتتقسم بقى الى سيمبل وكومباوند وميكس سيمبل يعني ايه؟ وان اوف ذا ميريديانز هي على صورته على الريتنا احنا عندنا بما قلنا في مالتيبل فوكال بوينتس يعني واحد هيجي على الريتنا واحد هيجي بيهايند الريتنا يبقى ده اسمها سيمبل هايبروفيك استيميليشن ده جاي على الريتنا وده هايبروفيك ده ورا الريتنا وهنا ده واحد على الريتنا وده ان فرانت اوف ذا ريتنا يبقى ده اسمه ايه؟ سيمبل مايوبيك استيميليشن لو واحد من الميريديانز سواء الليست كيرفيتشر او الهايست كيرفيتشر جه على الريتنا بقى اسمها سيمبل استيميليشن والثاني يا اما يجي ان فرانت يبقى اسمها ميوبيك يا اما يجي بيهايند يبقى اسمها هايبروفيك يبقى دي هي سيمبل استيميليشن يعني وان اوف ذا ميريديانز اللي هي الصوره بتاعته متجمعه على الريتنا دي اللي هي سيمبل استيميليشن يبقى وان اوف ذا ميريديانز از اميتروبيك وذا اذر از ميوبيك يبقى اسمها سيمبل ميوبيك وذا اذر از هايبروفيك يبقى اسمها سيمبل هايبروفيك نيجي للكومباوند استيميليشن بوث ميريديانز ار هايبروبيك بين الاثنين بس واحد هايبروبيك ورا المجمع في فوكال في فوكس ورا الريتنا ب ملي مثلا واحد ورا الريتنا ب 2 ملي في درجات متفاوته لان هم لو اتجمعوا هم الاثنين في نقطه واحده يبقى ده عنده هايبروبيا بس ما عندوش استجماتيزم لكن هو عنده هايبروبيا ما عنده استجماتيزم فهو بتتجمع هنا واحد ورا الريتنا ب ملي واحد ورا الريتنا ب 2 ملي مثلا يبقى البوث ميريديانز الفوكس بيهايند الريتنا بس في درجات متفاوته يبقى دي اسمها كومباوند هايبروبيك استجماتيزم وهنا كومباوند ما يبقاش استجماتيزم واحد انفرانتو ده مثلا ب ملي واحد قدامها ب 2 ملي مثلا في درجات متفاوته يبقى دي اسمها كومباوند ما يبقاش استجماتيزم يبقى الاثنين في نفس الاتجاه الميكس الاستجماتيزم بقى تبقى واحد انفرانتو ده ريتنا والثاني بيهايند ذا ريتنا يعني واحد ما يبقاش والثاني هايبروفيك يبقى دي اسمها الميكس لو الاثنين ما يبقاش يبقى اسمها كومباوند ما يبقاش الاثنين هايبروفيك اسمها كومباوند هايبروفيك لو واحد منهم على ريتنا يبقى اسمها سيمبل استجماتيزم دي هي التقسيمات بعد كده بنتقسم الى تقسيمه ثانيه اللي هي ويز ذا رول وبعدين ذا رول ويز ذا رول يعني ايه؟ انا بشوف الاف الناس عارف كده اللي طوله من ما بين متر ونص لمترين ده نورمال بيرسون خلاص لقيت واحد طوله 2 متر ونص 3 متر بقول عليه جاني لقيت واحد متر وربع ولا متر بقول عليه دوار فانا لما شفنا الاف الناس لقينا ان معظم الناس اللي عندهم استجماتيزم ان الفيرتيكال ميريديان ده هو اللي مور كيربد عن الهوريزونتال ميريديان خلاص يبقى دي از ذا رول يبقى الرول ان انا لاقيها لو لاقيها يبقى ان الفيرتيكال ميريديان يبقى مور ستيبر او مور كيرفد يعني معناها ايه؟ مور مايوبيك يجيب الفوكس اقرب او ليس هايبروبيك عن الهوريزونتال ميريديان هي دي الرول لو لقيت الفيرتيكال مور كيرفد او مور مايوبيك او ليس هايبروبيك يبقى دي اسمها استجماتيزم ويز ذا رول اجين از ذا رول يبقى العكس لو لقيت ان الفيرتيكال ليس كيرفد او ليس مايوبيك او مور هايبروبيك تمام كده؟ يبقى ويز ذا رول يبقى الفيرتيكال ميريديان از مور كيرفد عن الهوريزونتال يعني معناها مور هايبروفيك او ليس هايبروفيك والاجينست ذا رول اللي هي العكس اللي هي الفيرتيكال ميريديان يبقى ليس كيرفد عن الهوريزونتال ميريديان اوبليك يعني الزول اللي هو الفيرتيكال اللي هي ويز ذا رول اللي الزول يبقى الزاويه 90 يبقى الثاني عليه على طول 180 احنا قلنا الفرق بينهم 90 درجه بندي سماح لغايه 10 درجات يعني من 80 ل 100 والزاويه العمليه عليها بنعتبرها ويز ذا رول او اجينست ذا رول لو الزاوية بعدت أكثر من 10 درجات يعني مثلا 30 تبقى الزاوية الثانية كام؟ 120 هناك معاك 90 على طول. دي اسمها أوبليك أستجماتيزم. ما زالت ريجولار يعني ما زال الميديان والتريس كيرفيتشر والليس كيرفيتشر عاملين على بعض. ما زال في جرادوال تشينج أوف بار بين الميديان ده والميديان ده. بس الزوايا مش 90 ولا 180. الزوايا 30 و120 أو 20 و110 أو 45 و135. الفرق بينهم لازم يطلع 90. فدي برضه من مزايا التريبلر استجماتيزم بس هنا اسمها اوبليك. تمام؟ هوريها لكم رقم دلوقتي. يعني هنا دي زيرو يعني ده مش محتاج نظاره ده ميتروبيك. وهنا هو ده ناقص واحد. يبقى ده عنده استجماتيزم ولا ما عندوش استجماتيزم؟ ما عندوش ازاي؟ عنده طبعا لان انا المفروض لما انا هلبس هنا نظاره صفر والبس هنا نظاره صفر يبقى انا شخص ميتروبيك. لو لابس هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد يبقى انا عندي مايوبيا. لو هنا محتاج هنا زيرو وهنا محتاج هنا ناقص واحد يبقى في ان ايكو ريفراكشن يبقى انا عندي استجماتيزم على طول. اي نوع من الاستجماتيزم دي؟ في واحد منهم ايميتروبيك يبقى اسمها ايه؟ يبقى سيمبل استجماتيزم.
وفي واحد والتاني بالناقص يعني مايوبيا، يبقى دي اسمها سيمبل مايوبيا استجماتيزم. انهي نوع من سيمبل مايوبيا استجماتيزم؟ وش ضروري ولا غير ضروري؟ وش ضروري؟ لان الفيرتيكال هو اللي مور مايوبيا، هو اللي مور كيرفي، يبقى دي اسمها سيمبل مايوبيا استجماتيزم وش ضروري. هنا هو دي اهي، دي ناقص 2 ودي ناقص 3، لو دي ناقص 3 ودي ناقص 3 يبقى ده سيمبل مايوبيا، ناقص 2 وناقص 2 يبقى سيمبل مايوبيا، لقيت الرقم ده مختلف عن ده يبقى دي اسمها استجماتيزم، بما ان الاثنين بالناقص يبقى دي اسمها كومباوند مايوبيك استجماتيزم. هل هي ويز ضروري ولا غير ضروري؟ ذا ويز ضروري ليه؟ لان الفيرتيكال هو اللي مور كيرفد او المور مايوبيك. خلاص؟ لو لقيت دي 60 90 و 180 لو لقيتها بالزاوية دي كده خلاص ما هيش 90 و180 يبقى اسمها دي اوبليك استجماتيزم. لو لقيت الزاوية 90 والثانية 180 دي اسمها فيرتيكال او ويز رول ممكن تطلع او غير رول. لكن لو لقيتها اي زاوية ثانية ما فيهاش بقى رول ولا غير رول خلاص دي اسمها اوبليك استجماتيزم. انتهى الكلام. نعم؟ الخطوط دي بتمثل الريفراكشن اوف ذا اي، انا بقى بشوف الريفراكشن هنا اللي هو ريتينوسكوبي، بشوف الريفراكشن اوف ذا اي، هنا محتاج النضاره زيرو، هنا محتاج النضاره رسم بياني كده يعني او رسم جيومتري.